رفع البنك المركزي الكندي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25% من المائة في المئة جاء قرار زيادة معدل الفائدة بالتزامن مع بيانات إيجابية بشأن اقتراب التضخم من هدف البنك ومع نمو اقتصادي رغم حالة عدم اليقين بشأن اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية النفط يشار إلى أن المركز الكندي قام بزياده معدل الفائده مرتين خلال العام الماضي في شهري يوليو وسبتمبر